السلام عليكم. كيف العاده تنتمنى لكم ان شاء الله تكونوا كامل على خير وبخير، وتتمنى في كل واحد ان شاء الله يلقى لاباطومون ديالو. اليوم راني في فال فلوري، جبت لكم واحد لاباطومون للبيع، للبيع ماشي للكرا، اللي فيها المساحه ديالها فيها 107، وفيها ثلاث البيوت وكوزينه وصالون وسيجور، وكاين بالكو على بيت ناس والبالكو على الكويزين، وفيها دو سال دو بان، واحد بارونتال وواحد على بالله، وديجا كاين لي كليم ديجا كاينين، وكاين لاسانسور تبارك الله امتيسع نبدا نوريه ليكم، وكاين باركينغ سوسول لا سيكيوريتي منهضرش عليها، والحومه ترونكيل زبيوله، ولاباطومون تبارك الله تيفوجيه ومشمشه. يلا خوتي ما نطولش عليكم، يلا بقوا معايا باش نكون لاباطومون من الدخله حتى الخرجه. السلام عليكم خوتي، هذا هو لاسانسور اللي قلت لكم، تيسع كبير، وديجا فيه هنايا لاكليم، وهذا الدوج ديال السكور، وهذا الدوج ديال العمارة مصممين بلينوكس. ونسبة ليطاج فيه دوز أباطومون، مفيش زعما ليزاباطومون بزاف، كاين جوج، كاين نتا وجارك. ها لاباطومون هي هادي، يا بسم الله توكل على الله. سدوا الباب، بسم الله. هذه هي الدخلة، هذه لا كويزين، انترفون شود معايا هذا الحمام اللي على برا، وبيت الاولاني وبيت الثاني، هذا بيت الناس والبيت الثالث، ونفس مع كاين الصالون، وهذا اللي في هذا السيجور. داك خوتي يلا نمشيو دقه دقه، يا بسم الله. كما قلت لكم لاباطومون مازال ميكتا على البرهان. هذه لا كويزين تبارك الله، لا كويزين عجبتني امتيسعة، كلشي فيها خاصها المعلو الثلاجة. هانتوما ميكتا. هنا عندنا لا بلاك، هاهي هنا، وهذه لا هوت زوينة الشكل ديالها. وهنا كاين الفوق، هاهو، وهنا بس الثلاجة، وهنا كاين بالكو، بس لا ماشين لا فيو شوغوم، طباعة، كاين الشارجون ديال التهوية، الكوزينة تا هو زايد، هانتوما لا كويزين، زوينة، صراحة عجبتني لا كويزين، تا الديكور ديالها زوين، البلافون ديالها هو هدا، هانتوما. هاد لاكوطي هادي تشوفوها معايا مزيان، عاد واحد البايزيد هنايا، ميكرووند هنايا، كاين ديجا بلاصتها بريزيرا، المهم وهنا كاين بلاصة هكا، هنا كاين بلاصة لاماشين فيسيل، وفي البالكو كاين لاماشين لافي. اوكي خوتي، سالي من لاكويزين نشوفو البيوتا. هذا هو البيت الاولاني، هذه الشمجة العشية مشيت الصباح، وبيت تبارك الله كبير متيسع بالباركو ديالو. هانتوما شوفو معايا، ديجا عندك هنايا بلاصة تلفزيون بارابولا كوليكتيف، بلاكا تبارك الله متيسع. تبارك الله راه يسد متيسع البلاكا، والبيت تاهو تبارك الله كبير. نشوف هنايا، هذا الدش الاولاني، هنا الحمام الاولاني، ولا صال دو بان واحد كبير يسميه. هانتوما واحد الحاجة قوية هنايا، وهنايا الدوش، والتهوية هي كاينة حضرة. هذا هو الحمام الاولاني، وهنايا هذا بيت ناس شومبر بارونتال، دابا الحمام ديالو هو هذا، شوف الحمام ديالو زوين، ناريتو بغا الخشب كنت هي، وهنا الدوش، وهذا
نشوفوا بالناس بلاكلين ديالهم وبالبالكون. بعد كاين هنايا بلاكار بيت ناس وفص معنا بيت الوليدات بالبلاكار ديالو وهذا البالكون. واحد نشي كويسي هنايا طويبلة وشرب قهوة. هذا هو بيت ناس هو بابو كوليكتيف لي غيدو إلكتريك. نمشي نشوفو البيت الثالث والصالون والسيجور. نشوفو نبداو بالبيت وعاد من بعد نشوفو الصالون والسيجور. هذا هو البيت الثالث مفيش بلاكا قد واحد يديرو كليسا هكذا ولا يفرش فيه شي حاجة بور لي زانفيتي للضياف نباتو. البلافون ديال البيت هو هذا تا هو التلفزيون ديالو بابو كوليكتيف لي غيدو إلكتريك. غنخرجو من البيت دابا التالت باقينا السيجور والصالون. هذا هو السيجور وهذا هو الصالون. كما نتوما عارفين الفرق ما بين السيجور والصالون هو البلافون اتفق بيناتهم. البلافون ديال الصالون هو هذا وديال السيجور هو هذا. تو غادي كنا بغات التلفزيون بغيت ديرها هنايا ولا بغات ديرو هاد الجهة انت وخاطرك. وهذا هو الصالون صالون بلاك لين ديالو بلافون ديالو هو هذا. الصباغة اللي فيه وقيلا تقول لها تحجرت. هذا هو الصالون وهذاك هو السيجور. داك اخوتي هانتوما لابارتمون اللي فيها 107 وفي بخومي ايطاج فا فلوري هي هادي. شتو معايا دابا لابارتمون هادي اللي كاينه فا فلوري اللي قلتلكم للبيع الميكا ديالها مع ما تسكنات اللي فيها 107 متر كاري كاين لاسانسور كاين باك السوسول واللي فيها ثلاث بيوت وكوزينه والصالون والسيجور وفيها دو كليم واحد بيت ناس واحد في الصالون وجوج حمام وكوزينه زوينه عجبتني حتى هي بزاف. والمساحه ديالها نعاود نقول هاد المعلومات عشان نعاودهم حيت كاين الناس تيتفرجوا في الفيديو وتيسولوا في على الثمن وعلى المساحه وكل شيء وعلى تبقى نعاودهم ما عليناش. اللي بقى بقلب الثمن الثمن راه جد مناسب كما قلت لكم في الاول. الثمن ديالها هو 87 مليون سنتيم 87 سنتيم باش تخبيها لابارتمون ديال 107 متر كاري اللي فيها ثلاث البيوت وكوزينه وصالون وستيجور والحومه زوينه. اي واحد سولو على فافلوري في بريطانيا يقول لك حومه زوينه طونكيل وجميع المرافق ما بينها الاداريه او الغير اداريه. داك اخوتي يلاه تبارك الله عليكم معكم بروك. اللي بغى يشوف عرفتي مباشره اتصل بيا ديما التليفون اللي تحطو هنايا. مرحبا المرحبا يلاه اخوتي السلام عليكم.